جابت توصيه كبيره، ردت فعل بالجانب الايجابي، شنو الدفع المعنوي اللي عطاه الجماهير بتاعنا الحاضره. نعتقد بهذا بالنسبه لنا قبل الجوانب التكتيكيه والفنيه هو اكبر مكسب لنا. نعرف قيمه الجمهور التونسي، جمهور باللي مش نحكيو عليه ما نجموش نعطيوه حقه، كان اكبر سند لنا احنا، دفع معنوي، عاون الفريق في الاوقات الصعبه، وكيف ما حكيت ان شاء الله احنا نكونوا في المستوى باش نجموا نفرحوهم ونعملوا رده فعل ايجابيه في المباراه الثانيه على التوالي. المنتخب الدنماركي عنده خصائص فنيه نتاعه، المنتخب الاسترالي عنده خصائص اخرى. قمنا باللازم حسب اعتقادي في المباراه الاولى، ولو كنا ما نتمناوش نحصلوا على 3 نقاط ما كناش جاب نقطه الحمد لله. اليوم ضد المنتخب الاسترالي مباراه اخرى ضد منافس عنده خصائص فنيه اخرى، اكيد احنا على المستوى التكتيكي على المستوى الفني باش نتعامل معها اكثر واقعيه، لكن دائما تبقى الثوابت نتاعنا هي بيدنا، انا كان اسم خصمنا، انا كان اسم المنافس، التوازن، التكامل في العناصر هذه، الحاجات الايجابيه لازم نتمسكوا بها، كما بعض الخصائص الفنيه باش تصير بعض التغييرات على مستوى التنشيط الهجومي والدفاعي. يظهر اليوم المنتخب التونسي اصبحت عنده القدره والنضج التكتيكي اللي يخليه يتعامل مع مجريات المباراه في نفس المباراه مش حتى من المباراه الاخرى. ان شاء الله نكون موفقين. من بدينا المباراه هذه المسابقه هذه نعرفوا اللي ماهيش تكون حاجه سهله. اللاعبين على مستوى عالي، نوعيه المسابقه تفرض علينا باش نتعامل مع الضغط. ثم ضغوطات على الفرق الكل على اللاعبين الكل، لكن يظهر المستوى العالي يفرض علينا باش نتعامل احنا مع الضغط. ثم ثقة في التجهيز الذهني للمجموعة، عندنا خبرة، بحول الله إن شاء الله نعرف كيفاش نتعامل مع الضغوطات، ودائما نرجع المكسب الكبير تاع الجماهير، الدفع المعنوي تاع الجماهير تاعنا هو اللي باش يعاوننا باش نخرجوا من الضغط هذا، وإذا كان ثم ضغط سلبي إن شاء الله ننجحوا نخلوه ضغط إيجابي. نقاط الضعف والقوة إن شاء الله نعرف كيفاش نتعامل معهم غدوة، لكن نعرفوا الفريق الأسترالي كيف سبق وقلت فريق محترم، فريق هو مزيج من فريق آسيوي صحيح يلعب في الدوري الآسيوي، لكن هو فريق بمواصفات أوروبية. على المستوى البدني فريق قادر باش يكرر ويعاود المجهود البدني بمستوى عالي جدا على مستوى عالي جدا. هذا مهم جدا في كرة القدم الحديثة. عنده بعض الخصائص الفنية خاصة على مستوى السرعة. فريق في الترانزيسيون في التحولات مميز جدا، يعرف يتعامل مع الكرات الثابتة. ما وقعتش كون المنتخب الاسترالي اقل من المنتخب الدنماركي، كيف ما حكيت هي خصائص فنيه تميز كل منتخب على الاخر. احنا في تعاملنا لازم نكون اكثر واقعيه واكثر ديتيرميناسيون، نحترم كل المنتخبات. قمنا بمجهودات كبيره من الناحيه البدنيه نوفق فيه ضد المنتخب الدنماركي، لكن الحمد لله اليوم الجاهزيه تاع اللاعبين، الكفاءه ان شاء الله تاع الاطار الفني والاطار الطبي اللي موجودين معنا، المستوى العالي اللي يلعبوا فيه اللاعبين تاعنا، عندنا القدرة باش نعرفوا كيفاش نجهزوا أنفسنا في أسرع وقت ممكن. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.